الحمد لله الحمد لله اللي صار في شوية صحوة، مش بالعالم شرق وغرب من زمان، ولكن هلأ بالأمة العربية صاروا عم بيعرفوا إنه انتبهوا من الأدوية. قالوا بلا دواء بتصح بأسبوع وبدواء بتصح بسبعة أيام، من شو بدك يعني؟ شم الهواء وزدت الدواء. هلأ في أكثر من سفارة، نعم الأمير تشارلز شخصيا وغيرهم عم بيبعثوا بيقولون البريتش امباسي في يكون عندك بدك اياه اذا بتجي على بريطانيا، تلفزيون عربي وغير لغات، وانت بتكوني المسؤوله ولا دعايه. As your life. مطرح تاني الكونغرس اوف ذا يونايتد ستيتس كمان بيقول مريم انت كنتي هون وهلا مراوحه ميتشوكوشي انت مطرح، وهو حط هالوصيه انه انت فيك تقدري تستلمي. نعم كيب ان تاتش وخبرينا شو فيك تعملي. البنتاغون المديتيشن كلاب بالبنتاغون مريم اشتركت فيه وعملنا غرفه للصلاه بالبيت الابيض وغير مطارح وين ما كان بالمطارات. وقت بتصلي يعني يو ار ان بيس، بس اقعد ارتاح فكر شوي انه ما بدي شغل فكري، بدي بس شغل احساسي. نو مايند. في كتير وسائل اعلام، وقال لي انه رح اقول اسمه جان روفيدال، انا كنت معه وهلا من اغنياء العالم معه وتقريبا ما في حكي، ولكن بوقتها كانوا قليل اللي عندهم ايدز وعندهم هلا منتشر بسموا ايبولا شو ما بدكم، كانوا يستحوا انه انا جاي. هلا لا، بنعرف انه كل اشاره بشاره، بس اجت لصاحبها وخبرتكم. ما كنت اعرف شو الجاي، عم بحكيكم من 40 سنه، بس انا برا وشفت رجال وعجبني هيك لحقته. قال المعلم في ناس منكم هون ما بتعرف شو يعني جاي، مرتيت انا انه انا بفهم يعني، رح خبركم شو معناتها. بس انا اللي لحقته هالشاب اجى اتحدى، قلت يلا اجت الرزقه. قال له مين بتحب انه بيقدر يشفيك؟ حط ايده علي. شو السبب؟ قال له بتشبه امي وانا كرهتها لامي كثير. زقفوا كلهم وي سبورت يو مريم، منساعدك. قلت له ايه. عشت انا ويا ست شهور دايما باب مفتوح، ما في شوكه ما في سكين، في ناس دايما 24 ساعه سهرانين معنا. وبعدين هيك صارت يجوا بنات حلوين ومرقت الايام وحبيته كثير وحسيته ابني بالروح وعرف يعني دايما الكارما السببيه كل شيء له معنى. وفي مره اخذونا نروح على ايطاليا في مطعم اسمه مريم نور. اكيد في كثير مريم نور يعني انه بس جوني وات ار يو دوينج هير؟ قال لي ذيس از ماي بيلافد، مرته بنته الصبي. وميتشو قال له وقتها غير اسم نور، نور مثل ما انا ما كنت اعرف انه بهاء اسم صبي وبنت، قال له حط اسم صبي صبي بنت بنت. مشان هيك الحبيب كمان غير بالاسماء، إذا في سحر، إذا في طاقة سلبية، إذا في هيك، إذا في هيك، انتبهوا، بدنا نعيش مع الزمن. النهر ينور، ما في دقيقة مثل الثانية، وعلم آدم الأسماء. والأكل يعني بتقولوا لبناني، حمص وطحينة، ورق عنب، كل شيء كل شيء هيك معمول وكل شيء. قال لي تعرفت على لبنانية هون وسوريين وفرام موروكو ومدري شو، وصار يحكي عربي كمان شوي هيك. السلام عليكم. وولاده هيك صغار وتيتا، كلمة تيتا أهين من الجراما، تيتا هينة. وبلشوا يقولوا إنه
طبعا الدولة بتساعد وكلهم. هلا فانكوفر في تلفزيون، في كل شيء اللي بدك اياه، كل شيء متوفر لنا الا الميل مع جون روبنز وابنه اوشن وبنته اسمها ويفز. بس بدنا نطلع شوي على الجبال لانه قريبا سنه 2020 رح تصير في كثير هزات وزلازل وبراكين. الارض عم تنتفض، ما عم فيها بقى ضايه. ولكن شو فينا نعمل؟ نعم، جان روفيدال عنده هالعلم، وهيك هو اكثر شيء سكوت بالنوايا. كيف فينا نقوي هالعلم عند محمد كيلاني؟ قريبا ان شاء الله بيجي، واذا هو ما اجى انا بروح لعنده. هلا A thought is a destiny. كيف فينا نعمل؟ هالنوايا انت بتحطها بالاكل، انت بتحطها انت عم تغمر ابنك، انت بتحطها ايدك خضراء، انت بتحطها من قلبك شو عم تعمل. فينا نعمل؟ نعم، وين ما كان لحي فينا، بقلبنا، بلب القلب، يقول الألباب. هلا هيك هديه جديده رح تكون بلبنان، رح نجرب نعمل اسمها وود هيلز. وهيدي خليل ابو الشوارب، يعني ابنه الروحي وخيه الروحي لتحسين خياط، كان هو مدير عام التلفزيون، وراح على ابونا وشاف هالطاقه عند اوشو، ووحده حطت ايده على راسها، ايده على راسه، وبنته وابنه صغير كان عمر هيك هالقد، قال لي تيتا لحوي هون. اجت اشاره لعمر. هلا في كثير مسيحيه بلبنان عم بيسموه عمر، خلاص صار في توحيد بهالجيل، ما بقى بالجهل بني جهل. هلا هيدي وود هيلز بميروبا، حلو كثير اسم ميروبا. اطلعوا ما تاكلوا ما تشربوا ما تدفعوا شيء ابدا. ما معك تاكل؟ تاكل، في حدا بيدفع عنك. هو مين ما اجى ياكل اهلا وسهلا فيكم. بتشموا ريحة التراب، يا الله دخيلك فيت الهواء بمنخيري، فيت على بطني على جسمي كله، ريحة الصنوبر، ريحة الزيتون، ريحة هالشجر، ريحة الصخر، هالحجار، هالتراب. بييرو هونيك ومرته وولاده، طلعوا شوفوا، طلعوا شوفوا مين مسؤول عن هون. ما معك تاكل؟ أهلا وسهلا، طلعوا. هونيك في أرجيلة، هونيك في سيجارة. ومع الوقت سيجارة معمولة من زهورات، والأرجيل التنبك كمان، ما في أرلمانيو، ما في، يعني فيك تعمل أشياء من السم دسم. قال له بعد عن الأرجيل ولا؟ حط الأرجيل بعيدة وصار يشربه بعد عن الأرجيل. هالبيت بميروبة كله من خشب، ما في كوخ مثل التاني، وفوق جوا في كوخ، هون الماما والبابا وهون الاولاد على التدخيته. نعم اهلا وسهلا فيهم. نعم هن اساتذتنا. طلعوا على ميروبا تفرجوا على هاي القريه من حجار ومن خشب ومن تراب. ما فيني الكم اذا بتطلعوا 1400 بتطلعوا 2000 بتطلعوا ارنت السوداء. بين كل نفس ونفس في موت ونموت. بريث خلقنا منموت شهي وزفير، خلص هاي كل الرحله، يعني ما بنعرف اي ساعه الزمن، ما له زمن يعني الموت، ما له عمر. فاذا بشكر كل اللي عم بفكروا هلا يعملوا قرى بلبنان او بلد يلي يكون فيها توحيد، يلي يكون فيها احترام لامنا الارض، احترام لهالجسم. نحن قوم لنأكل حتى نجوع. انتبهوا بنكون جوعانين. هلا كلتا قدامكم، ما حدا بيعرف منا شوكولا، هلا الشباب لازم ياكلوا منها. ما تفوتوا الا يا سوبر ماركت، سامحوني كل سوبر ماركت، بتعملوا هيك وبتعملوا هيك ومكنات خصوصي معنا الوليد او هي حبلي او ما بدي ينام. روحوا عند رانيا اظان بالحازميه، هالعمل اللي عملته هالبنت، هالمره، هالام اللي بتتكفل باولاد، صدقه لبيا. ما حدا ما بيعرف عرق اظان، وبيا شفى بالاكل الطبيعي الصحي. بتجيبوا من عندها كاكاو، كاكاو قلنا بعطيك
في تمر، جوز، لوز، كاجو، بندو، لأنه صحي. قولوا لنا الأولاد بتحب الخمرة أنت ماما؟ هوني حدو عند هيدا آجو المجنون بتقول هيدي خمرة فيك تعملوها. خل التفاح، البيت اللي ما في خل تفاح ما في حياة. بحط فيها هالأعشاب وهيك ديتوكس. بدك مبيد ماما؟ ايه رح احط لك مبيد، احلى مبيد بلبنان بالكسارة بالخنشارة مدلوين. يعني وين ما كان في مبيد. بعدين في نبتة اسمها FAN موجودة بكل لبنان اسمها الخنشارة، بتلاقيها مثل العظمة تبع رقبتك. 32 مع 32 64 التوب 1 من 64 مركبة. ولا ولد 7-8 سنين معه بصير ومعه هيك ومعه بسببنا. بنتك عمرها 6 سنين بتأرجل وهو بياخد. نحن حق علينا، ما في بيت ما في خادمة. هلا خادمة للكلاب وخادمة للأولاد. بتأمني لها عم جوهراتك ماما؟ لا تبعي. بتأمني علي؟ انتبهوا كلكم قد ما فينا نعرف انه كثير في ناس اللي عم توقع. ركبتي، اجري من هون، كتفي، ما بعرف ليش صحت، ما كان مني شيء واقفه وقعت. حطوا اجريكم، حطوا مي من هي. عمرها 16 سنه ما بتحكي وما بتمشي. عمى الزيح الابيض راح من تمها، بلشت تحكيني، قلت لها انا بدي اخذك، وحطيني لها اجريها. صارت تقول حرارة 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 حرارة. احمر وجهك. نحط الله مي سخنة كثير قد ما فيها تتحمل. رجعت على بلدها، ما راح لكم وين بلدها. هيدا العلم مش للعرب، هيدا بس للامريكان، فهمتي؟ هلا بتعلم بالبيت، كلكم اقعدوا ببيتكم، هلا زمن سكوت والقعدة بالبيوت وبيت من عنكبوت كثير على اللي بيموت. هيدا الزمن هلا، العلامات الكبرى رح تجي ان شاء الله. اللهم عجل بالدمار الشامل، دمار الجهل، ومنفوت بالعقل، وما فيك تغير حدا الا بتغير حالك. سو فيكم تعملوا من هي فوق ال 14 خبرون، تحت ال 14 لانه ما رح يعرف كيف انه. بس فوق ال 14 قالوا ماما شفت هودين اللي بيعب هون هيك بنعقون، تعال شوف كيف بننظف فيهم. الحمام الوساخ، وبعدين البابا بجيب حديده عليها هيك جنزير قصدير مدري شو هيك، شوف كيف بتنظف الحديده. فاذا ماما بتهري اللحمه، تعال نحط بالكبايه لحمه وحط منها المشروبات. ماما ماتت اللحمة اهتريت، ونحن هيك بتهتري اللحمة. حط مي شوف كيف بتنتعش، ونحن بنشرب من المي. كلنا عنا بلبنان فيكم تجيبوا مي، أنا بجيب من الرميلة من وين ما كان عندهم نبع، ما يكون في فوقه بني آدم، لأنه بصير طبعا في نبع. وفي منون قنت بتطلع من عندها، انتبه ما يكون في حدا. وبعدين عند آجو في هيدي بتحطها كلسية بتنظيف. كل عمرنا نحن كنا نشرب مية صفوي بالضيعة، تحتم تحتم كون. نروح من ضيعة لضيعة، 6 سنين عمرنا نمشي من دوما عبشعلة، من دوما عتنورين تحتها، تحتم كون عرق.
ولقيت باليونان بيعملوها كمان. وبي عنده الكركة، يعني نعمل عرق بالبيت، نعمل زيت زيتون بالبيت. ما عندنا آلة أبدا. تطبخ أمي الطبخة بردي، حطوا زيت زيتون خلص. فإذا أنت فيك تعملي شوكولا بالبيت ونشيل السكر كلنا، اللهم نجينا من الأبيضين. مش إنه إيه أنا سكر أسمر يا أختي، بين السكر الأسمر والسكر الأبيض مثل ما قال أستاذنا يا حبيب قلبي يا ميجو أنت حي، قال اثنين رجال عريانين واحد لابس جرافات، هي الفرق. بعده السكر سكر. وكمان هلا شيلوا الطحين، وانا مثلكم ما فيني الكم، ما فيني ولا يوم بلا خبز، ما بقدر. اسمها خبايزه هاي، يعني الخبز مهم، خذوا كلوا، هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. القمح بلبنان مضروب، الطحين كله مضروب. اذا انت اهلك بيزرعوا ايه بتطحنها مثل ما هي، حتى البرغل ما تقشروه مثل ما هي طحنه، ما تحط مي. نحن شعب البرغل مش شعب الرز، العز للرز والبرغل شنق حاله. كان بيروا على الجحش هو ابو انطون على سوريا، يجيبوا شعير للمريض بس بدومه، الشعير اقوى من القمح طعم المريض. ما كان في زباله، ما كان في كيس زباله، ماشي. كان بيجي على البيت حس طفنا من عند الجيران هيك وهيك، كان بينه وبين الجيران في صبير، بس في شجره توت تجي هيك، كلت منا توت، اكلت توت ما هيك؟ نقول لا، وكلت منا وتيبنا توت. بعدين صاروا هن يعني انه يا حكيم اتركهم، يعني هودي ولاد وخلص رزق الدرب للدرب. بس صاروا يعرفوا انه في اشياء ما فيك تاكلها، للموز ما فيكم تاكلوه، البندوره فيك تعملها رب، الكيوي شيلوها من بيوتكم كلكم. جيرسون ثيرابي حطوها، ما تقوليها مبلا طلعت بنت امي. بيشفي سرطان الذكر، 1% سرطان الذكر، 99 سرطان انثى. اللي ما بيعمل ما بيعرف انثى وذكر ومن كل شيء ذكر وانثى، ما تحكوا بالطب ابدا ابدا، من كل شيء ذكر وانثى. ليش قال الإمام علي ابدأ بالملح واختم بالملح؟ أنت ماشي، لأنه بناكله بنحش كثير. سو خبز ما في، بدنا نعمل ببيتنا خبز بخميرة القطاس، خميرة طبيعية، كانت تمرق الخميرة على كل الضيعة. كل الضيعة في مشاركة بالرحمة، بالخبز، بالمي. فلان توفى 40 يوم نطبخ، أنا اليوم دورين بكره بكره. في فرح 40 يوم اتركوا العروس والعريس كلهم. هن يفرحوا ونحن كلنا. تفضل ميل ميل، ما كان في طريق بدومه، كانت قد الجحش هيك اللي يمروا الحمار بين هالبيت وهالبيت. فإذا نرجع إلى حياة الضيعة، بالضيعة ما حدا بيضيع. أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه، كل واحد عنده وديع ووديعة. كنا عندنا أمانة، هالأمانة ازرعوها بالأرض، خلى هالبذرة تصير شجرة. نعم فيها بذرتين ثلاث يابسين، بس خليها تكون كلها خضرة. من سمائهم تعرفونهم. ما بقدر نام يا أخوتي إذا عندي فكرة وما فيني طبقها، ما فيني تغرب قوم. وقلت لكم أهبل مني ما في، بس هلأ بدي أتعلم، بدي أتعلم، لأن كل الناس على هاي وعم بيعلمني. بهاء بيقول لي هاي بتبعتي لي إياها ما بتمشي هيك لازم. قلت له طيب احكي معه وائل وكيلاني، صار عنا راديو بتحكي انت اللي بدك اياه، عنا تلفزيون مريم نور تي في، عنا كل هي هلا خلص. لانه في غير تلفزيونات وبلبنان وغيرهم وبشكرك. تلفزيون لقلك، تلفزيون لقلك، تعي. قلت له هلا هون عندي حريه، بعد شوي ما بعرف، بس حس انه ما في حريه، بدك تشيل كلمات وما كلمات بفل. يعني انا هون صدقه اعمالي ابدا، كل هالشباب. مرة جيت ما معي مصاري تأدفع للتاكسي، الشباب دفعوا. وإجا واحد طلبت منه ما فتحت المغلف، خلص الشباب دفع. وقلت لهم كذا رئيس جمهورية بالأمة العربية، تيكت الشباب بيدفعوا له بيجي لعندك. بتشيل الـ FDA من عندك؟ لا، وأنتوا وأنتوا شو بتروح أعمل؟ بدي شارككم بهالشركة اللي عم تعملوه. احضروا فلات لاينر، احضروا هالأشرطة اللي موجودين أربعة على موقع بيت الله
في كل الكتب، في كل شيء بدكم اياه هونيك. ما تقولوا لي فيك تشفيني معي هيك 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 مرة. خلص هي شلتها. كل نهار تنين بيجي شوية حزب حمير عندي على البيت وبنقعد هون، وهيدي بتجيب معها أكل، هي بتجيب معها رخيف خبز، هي بتجيب معها هيك، بتجيب معها كلنا بنشارك وبنقعد بنتسير وبندوق الأكل، وهيدي مش في عملتي، وهي كيف عملتي، وهي شو حطيتي فيها، وهي شو حطيتي، وهيدي شو كيف عملتها. فإذا دايما في بديل. ما تكون سوشيال هانجر، تلبس ثياب وعليها هون كلمات على وجهك وظهرك. أنا هيك بدي فتش على تيشيرت ما تكون بيضاء لأنه ما حلو يعني على التلفزيون أبيض ما بيبين، وهيك مكتوب عليها شبعنا دارة من قدام ومن ورا من هون ومن هون. شو هيدا؟ مش دارة يعني هذيك الدارة يعني. خي ري يا ريت عم فيك تاكل هيك. شو فكرك اللي عم تاكلوه بهالمطاعم؟ شو هو؟ منيح لأبو فيعور، بس حط الحل أبو فيعور، كمال جملات حط الحل، ومريم عم بتحط الحل. اعقل وتوكل، غير نفسك. وين ما كنت، مما يليك. أنا خلقت بهالأرض، من هون بدي آكل، هي أمكم الأرض. شوف الأعشاب يلي الله زرعها. خلص. صوموا تصحوا. كل الكتب موجودة وكلها صدقة حول العالم لكل الناس. بطلب من كل دور النشر ما حدا يبيع أي كتاب محطوط عليه مريم نور. عندنا محامي شاطر كتير بيشلطكم شلط شليطة. هيدي كتب صدقة مش مريم اللي عم تكتبه. مريم تقعد هيك بفرشة إذا دق التليفون نادرا ما يدق. شو كنا قبل التليفونات؟ ما كنا بدي اطمن عليهم. ليش قبل هالتليفونات ما كنت عم تطمني؟ كوني لك ثقه بالله. الله منه فوق لحوفيك. لا يصيبنا الا، لا تسقط شعره من رؤوسكم الا الا الا، يعني تاكيد تاكيد. فاذا الام ترجع تطبخ ببيتها، ونرجع نشوف مين بيقدر يعمل هيك قرى يلي فيها حياه. انا رح كون بهيدي الود هيلز معك، بتدفع ما معك ما بتدفع، ورح اعلم هون قد ما فيي اسبوع مهما كانت الحاله صعبه. لو عم بتموت يحيي العظام وهي رميم. واي مركز تاني، اي مكتبه، اي مين منكم بيجي بلبنان لعندكم، ما بدي شيء منكم، بيجي ماشي ما يجيب سيرفيس تاكسي تبعت انت زيارتك، بنحط هالاعلان خلص. منقول اورفوار للامراض، وداعا ايها المرض كلنا. انا المرض وانا المريض وانا السائل وانا المسؤول. انا انا نحن نحن كتاب مردان. كلنا مسؤولين. لجسدك عليك حق. بشكر بعد يلي بعد السفرات أجنبية، ما في ولا سفارة عربية. مريم you have all what you need, even you can speak any language, any books, we love to have you. بفهم وبعرف، بس كتار يلي ضد الـ FDA وميت. شو قال لي؟ قال لي خطرة بأمريكا، منروح كوستاريكا وهيك. حتى بيل جيت يا حبيبي I thank you very much، بس أنا جولدن جيت، لأنه الهدف إنه نقتل نشيل الأمة العربية. قالوا لي no need for such people. لا نحن منا تيرورست، منا مثل ما عم بتشوفوا. لا نحن شفت الإسلام قبل المسلمين. كل اللي عم بيعلموا يوغا وما بابا بابا خصوص بنوع السعودية شيلون، بالكويت شيلون، ما في إلا نايف. أنا بس أكبر بتصير تصدقيني، هلا أنا صغير ما بتصدقيني. سكوت ما فيني لكم. أحمد اسمه بيت الصفا قال لي رح يكون في تلفزيون ورح نعمل اللي بتريديه هون، لأنه هي اللي فيكي فينا وكلنا بدنا نكون. والكويت كوتج يعني كوخ، نبني أكويخ. ما فيني إلكم. شفت مرة أنا عبيبة يعني خبرتكم، في كتير من البدو عندهم هالحكمة. سلطان قابوس بشكرك بشكرك. ساعة
السفير سلطان قابوس أحمد بركات لازم نلتقى وما تخافوا، والسوداني يا حبيب قلبي سفير السودان هون، يعني التقيت بكم واحد واللي بدك إياه، بس بدنا نشيل الأمراض بدون ما نطوي القانون على ذوقهم. لا، إذا بقلكم شو بتشوفوا بالسودان ما بتصدقوا. قلت له كيف في أمراض وعندك هي؟ عنده أحلى شافي الكلى بالعالم. قال لي هاي الحبة بتطلع عنا كل شيء، هذا سوق بيطلع هيك بالكويت. ولا سأل فاطمة، نعم عندها معزيتين مريم ونور، صح مريم طبخت له. بس هلا بدكم تجيبوا الاجنبي تيعلمك عن اليوغا والتامل، صلاح الراشد مون عليك، ما حدا بيسترجي يستضيفني ابدا. ولو كنت انت الاميره وانت الامير وانت، شيلوا هالالقاب، ما انا الا بشر مثلكم. محمد محمد، كل رجال بتعيط له يا محمد بيرد، مش يا وطن ما في وطن. نرجع نقول وعلم آدم الأسماء، وشوفنا كله بالفناء، كل من عليها فان. مش فان هيك؟ ما واحد اشترى هيك، قال له شو بها انكسرت؟ قال له شو عملت؟ قلت له قال له عملت هيك، قال له لا هيدي أنا بعتك إياها غالية، أنت بتعمل هيك. مشان هيك الهندي على طول. نعم بشكركم.